يعمل مهندسون في اليابان على تطوير سيارة طائرة لاستخدامها في إضاءة الشعلة الأولمبية في مراسم افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 في إطار اتجاه عالمي لتطوير تلك التكنولوجيا. وعرض المهندسون نموذج لسيارة طائرة، وتمكن النموذج الحالي من الإقلاع والتحليق لثواني معدودة، ويحاول المهندسون جعلها أكثر ثباتاً حتى يتمكن النموذج المبدئي من التحليق عالياً لارتفاع كاف ليصل إلى الشعلة الأولمبية. ويتطلع المهندسون إلى أن تكون سيارتهم الطائرة أصغر مركبة كهربائية في العالم يمكن استخدامها في المناطق الحضرية.